رغم الأحلام والطموحات الكبيرة لجماهير المارد الأحمر، إلا أن المنطق فرض كلمته، حيث تفوق العملاق الألماني بايرن ميونخ بطل دوري أبطال أوروبا على الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وحقق بايرن ميونخ الفوز على الأهلي ليصعد العملاق البافاري إلى المباراة النهائية، ويضرب موعدا مع فريق تيغريس أوناري المكسيكي يوم الخميس المقبل على ملعب المدينة التعليمية. ورغم الصعوبات التي واجهت بايرن ميونخ قبل الوصول إلى الدوحة لخوض فعاليات البطولة، إلا أن كتيبة العملاق البافاري بقيادة مدربهم المخضرم هانز فليك استطاعوا تجاوز جميع العقبات وتسطير التاريخ بالوصول للمباراة النهائية. وتعد هذه المرة الثانية التي يصل فيها فريق بايرن ميونخ إلى نهائي مونديال العالم للأندية، حيث صعد العملاق البافاري في نسخة عام 2013 من قبل والتي توج بها على حساب الرجاء المغربي. ويطمع العملاق الألماني أن يحقق لقب كأس العالم للأندية لتصبح سداسية تاريخية للنادي الذي استطاع أن يتوج بالدوري والكأس والسوبر في بلاده، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي. بينما على الجانب الآخر، سيضرب النادي الأهلي موعدا مع فريق بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع. وسقط بالميراس في فخ الهزيمة أمام نظيره تيغريس المكسيكي بهدف دون رد في نصف النهائي، ليفشل الفريق البرازيلي في الوصول إلى النهائي، ويصعد فريق من المكسيك للمباراة النهائية لأول مرة في تاريخ البطولة. ورغم الهزيمة، إلا أن الجيل الحالي لنادي الأهلي أمامه فرصة لكتابة التاريخ والحصول على ميدالية برونزية جديدة في بطولة كأس العالم للأندية لتضاف إلى سابقتها والتي توج بها المارد الأحمر من قبل عام 2006 في اليابان تحت قيادة البرتغالي مانويل جوزيه. أجدد الترحيب بحضراتكم في الجزء الثاني، وخلوني الحقيقة أشكر كل كتيبة العمل على هذا الحوار، وما أتابعه الحقيقة من ردود أفعال كبيرة جدا على تويتر هذا الحوار الخاص برومينيجا فريق العمل بالكامل، وبشكر كمان زميلنا حسن معتز وزميلنا جلال بذل مجهود كبير النهاردة في الحوار. حقيقة كل الناس حقيقة بشكرهم طبعا، شكرا جزيلا. ناقص بس ان انا اشير الى جزئية من كواليس هذا اللقاء، انه اللي كان مسموح لنا به هو كان 15 دقيقة فقط لا غير، يعني واحنا عارفين ان هم الناس ماسكة قوي يعني، فالحمد لله ربنا فتحها معانا وعرفنا نوصل لحد بتاع حوالي 27-28 دقيقة، فده حاجة يعني عظيمة ان احنا نعرف ناخدها من رومينيجا رئيس نادي البايرن. إنه الاثنين العظيم، إنه تامر وعز في جمهور التالتة، ونفد بجلده تامر بدوي من مصر كلها، لأن مصر كلها كانت تتوعد لو أي عوق حصل كنا هنعمل إيه، ما كناش هنخرج تامر بدوي من المدينة، لكنه الحمد لله ربك جابها جمايل وسطرها الحمد لله، و2-0 بس مكسب للبايرن على النادي الاهلي. يا كابتن تامر اهلا وسهلا بكم، مساء الفل ونفدت برقبتك. يا مساء الفل يا هيما، وهارد لك للنادي الاهلي وقدر الله ما شاء فعل. لا انت قلت مبروك على تويتر، انا شفتك، ومبروك لبايرن ميونخ. تخيل اعمل ايه بس، انت قلت مبروك. طبعا فعلا، مش الرياضه لازم عودتنا يبقى عندك رياضه برضو الرياضه برضو ولا فرقتك؟ ماشي يا زيزو. احمد عز نجم النجوم المتالق مشرفنا ومنورنا يا زيزو، مساء الورد. مساء الفل، انا ما قلتش مبروك. لا انا تمام. انت تمام؟ انا تمام، وكان المفروض اجي اقعد جنبك هنا. ايوه النهارده. يعني لو كهربا رجع الكره لحسين الشحات ولا رجعها لمجدي قفشه في اللقطه بتاعته كنت جيت قعدت جنبك هنا وعملنا فرح على يا رجل. خبر ابيض، تخيل. بس يعني مرجعها، ووزعنا تيشرتات وقلبنا الدنيا مرجع وكهارب. هو بيني وبينك لو دي برضو تفتح عمل الشيطان ليه بقى؟ لان برضو احنا ما نعرفش وقتها كان هيوصل للناحيه الثانيه. ماتش كان صعب جدا جدا. ايه تامر ده؟ ايه الناس دي يا تامر؟ الاهلي كان بيلعب الكمبيوتر بتاع اللعب.
طيب في البدايه ابراهيم عاوز اقول ان من ردود الافعال اتقسمت ما بين جزئين، الناس اللي انا كنت بقابلهم الاهلاويه بالتحديد اللي انا كنت بقابلهم من بعد الحلقه بتاعت اخر مره يوم الجمعه، ناس زعلانه وناس ناس اهلاويه قابلتهم كتير زعلانين، اللي هو بدعوى انك محبط بالظبط. ايوه وازاي يا كابتن طب اقف اتكلم، يعني انت كنت عاوزني اقول ان الاهلي راس براس مع بايرن ميونخ، يعني الاهلي هيكسب بايرن ميونخ، يعني طبعا بتفضل في نسب في الكوره طبعا، بس ما ينفعش اضحك عليك واقول لك ان الفرص الاكبر للاهلي، ما ينفعش اضحك عليك واقول لك ان الاهلي عنده الافضليه، ما ينفعش اضحك عليك واقول لك ان الاهلي هو اللي ايده اعلى او كعبه اعلى في المباراه. ماشي، لان من الاخر لو قلت لك ان الاهلي فرصه اعلى من بايرن ميونخ يبقى خلاص، ما يبقى يعني هيبقى فين الكره اللي هنتكلم فيها؟ نقفل الكتاب بالظبط. فالجزء الثاني الجزء العقلاني الاكتر شويه، ما حكمهاش او ما حسبهاش بالعاطفه، حسبها بالعقل. شايف ان فعلا يعني لانك لو ما حذرتش قدام اقوى فرقه في العالم في الوقت الحالي، امال امتى هتحذر من منافس الاهلي؟ فالنهارده للاسف شفت يعني طبعا في البدايه انا عايز اقول ان المجمل في الاخر اديني عنوان وبعدين نخش في تفاصيل دلوقتي حالا. النتيجه انا طبعا هي في الاول وفي الاخر هتعتبر هزيمه، واي هزيمه للنادي الاهلي هي اسمها هزيمه وبتبقى غير مرضيه لجمهور النادي الاهلي، لكن لما تيجي تبص على النتيجه لا النتيجه عاديه. بس خدت بالك في الحوار بتاع روبنيجا قال لك ايه؟ الحوار ده طبعا ناس انا شرحت ملابساته مش هنخلص لا ده نهار ابيض بتكلم مع رومينيجا طبعا هنعرف. واحد من اعظم لعيبه الكوره، واحد طبعاً. من افضل رؤساء الانديه في التاريخ، واحد من اعظم الاداريين. خمس شهور يا باشا بنحاول في الحوار، ويجي النهارده قبل مباراه الاهلي ويقول انا مش انا لا اتوقع ان احنا نكسب الاهلي بنتيجه كبيره، واساله انه البايرن انت البايرن انت فايز على برشلونه 8 وانت فايز على توتنهام، يقول لك بس النادي الاهلي وسط الجماهير في الدوحه وكذا وكذا، نقدر ونحترم النادي الاهلي برضو، ده يدي لك انطباع برضو ما عن رؤيه الناس يعني. فليك امبارح على قناه اف سي بايرن كان بيتكلم، هو اكبر عدو ليه بالنسبه له الرطوبه. كان بيتكلم امبارح في التلفزيون ان ازاي انا هتنقل من برلين ودرجه حراره والتلج نازل والماتش شغال بتاع هيرتا برلين ودرجه حراره تحت الصفر، لمره واحده بيروح بلد دافيه و رطوبة غير طبيعية، فجو في تحول من يوم الجمعة بالليل للاثنين بالليل سرعة كمان، ناهيك طبعا عن موضوع بالظبط التيك اوف اللي اتأخر 7 ساعات في طيران في مطار برلين لأن هم ما سمح لهمش ما ادوهمش إذن الإقلاع. فمن الآخر يا إبراهيم دي مش أعذار طبعا، لكن أنا بقول من الآخر النتيجة أنا شايف إن هي منطقية عادية جدا. لما تيجي تبص برشلونة شال 8، توتنهام شال 7، تشيلسي 3 وفي 4، فلا ايوه اي حد عايز يزعل ثلاثة، فلا انت شايف نتيجه طبعا. طيب انا عايز ابتدي معاكم من نقطه جدليه مهمه جدا جدا عز، وده السؤال اللي احنا سالينه للناس دلوقتي حالا بلد، يعني الناس بتقول لك ان موسيماني ما كانش جريء، وان موسيماني اخذ الاهلي وتراجع بيه، وان موسيماني لم يعبر عن شخصيه النادي الاهلي، وانه كان لابد ان يبادل على الاقل البايرن بعض الهجمات وليس كل الهجمات. هل انت شايف انه ده منطق؟ سليم بص تاني خبيث بيضحك من تحت لتحت لانه شايف انه يعني هل انت شايف ان ده منطق اصلا، فكره انه موسيماني كان لابد وان يبادر ولابد وان يكون اكثر جراه، وانه راجل احيانا يتهم بانه يعني ضيع شخصيه النادي الاهلي في المباراه بتاعت النهارده خلينا نحط شويه عناوين ونفصص كل واحده منهم لو سمحت لي. العنوان الاول بالنسبه لي، انا مؤمن بان الاداء المشرف او الخروج بنتيجه مشرفه او الاداء المشرف هو بالنسبه لي مباراه مصر والبرازيل اللي انا رحت وجبت فيها جوان، ماتش مصر وهولندا، ماتش مصر وايطاليا. دي نوعيه المباريات اللي انا اقول فيها ان انا خسرت بنتيجه وهزيمه مشرفه. تمام. اما ما حدث اليوم فهو بالنسبه لي انا مدرك انه بالنسبه لجمهور الاهلي هو ما كانش اللقاء قوي اللي هم كانوا منتظرينه. هم مش ما كانوش مستنيين السكور يبقى قليل، هم كانوا مستنيين اداء مشرف اكتر. تمام، عشان نتفق على النقطه دي، فانا متفاهم للنقطه دي. النقطه دي ودتنا لايه بقى، او النقطه دي جت منين؟ جت من ان خلال الثلاث اربع ايام اللي فاتت الشحن المعنوي اتجه في الاتجاه، بص اول ما عرفت انك هتلاعب بايرن ميونخ
كان لا لا يا جماعة ده صعب قوي، ده احنا هنلعب نوير احسن حارس في العالم، ده ده ده. اليوم اللي بعده بيبتدي ايه الشيطان يلاقي مدخل. ايوه يقول لك على فكرة الشيطان يبتدي يلعب بدماغك. الكرة الكرة 50-50 و11 ل11، مع ان جاري لينكر قال لنا ان الكرة 11 ل11 وبيكسبها الالمان في الاخر، بس تمام. بس هم خدوا منها الحتة دي. ويبتدي اليوم اللي بعده يقول لك نقاط ضعف بايرن ميونخ، ده خسروا في كاس المانيا، ده كسب واحد بس. أيوة. في اخر ماتش الشيطان يبتدي يحلو قدامك ويقول لك ايه ده خسروا من هوفنهايم بالظبط، ده خرجوا من الكاس من فرقه درجه ثانيه. يعدي يا معلم عليك اول 10 دقائق في الماتش ما دخلش فيه جون. الله ايه ده، ده فيها كلام، ده انا قادر اصمه، ده هو فيها كلام. فالاحلام او السقف يعلى، السقف بيعلى كتير. تمام، فانا متفهم تماما حاله جمهور الاهلي، انا قلت الكلام ده. تمام. النقطه الثانيه نقطه مهمه جدا، انا كده متفق على ان الاهلي كان مستني او جمهور مستني اداء مشرف، بمعنى ان انا اروح اجيب جوان مصر والبرازيل. النقطه الثانيه ان الاحلام ارتفعت في الايام الماضيه، لكن في نقطتين. الناحيه الثانيه، اولا انت بتتكلم في انك مفيش فريق اوروبي خسر سيمي فاينل في كاس عالم للانديه، دي مش حقيقه سببها الحظ والظروف، لا ده فرق قوه، فرق ما بين اوروبا وافريقيا، يعني فرق كده. واضح يعني ما فيهوش كلام. تمام. فبالتالي ده بقى يفتح لي النقطه الاهم، كل من قال لو النهارده بعد المباراه العنوان الرئيسي للسوشيال ميديا هو لو لو كان بيتسو كان جريء اكتر من كده وهاجم، لو كان ريني فايلر هو اللي ماسك الفريق، لو كنا حافظنا على وليد ازارو كنا عملنا هجمات مرتده، لو كان الجيل بتاع مانويل جوزيه كنا لعبنا مباراه اكبر من كده، لو كان وولتر بواليا ابتدى، لو كان محمد الشريف ابتدى. لو 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 سهله ولو بتريحكم. ليه؟ لان انتم بتفترضوا جدلا ان لو دي هي الصح، ولو دي هي اللي هتديك المكسب اللي انت ما عرفتش تاخده بدي. بس خلينا نكون منصفين، في فرق سرعات، في فرق مستوى. لو اللي انت قلتها دي كلها مش صح، لو دي جدليه واحتماليه وافتراضيه زيها زي اللي عمله بيتسو موسيماني، ولو لو ديت كانت ينفع تمشي وانت تنزل محمد الشريف او تلعب ببواليا وتخسر لك 6-7 كنت هتقول لو المفروض كان ابتدى بطريقه دفاعيه، ولو لعب بثلاثه ارتكاز كنت هتقول المفروض يلعب باثنين ارتكاز. لو بتريح، بس لو في الحقيقه مش صح، لو هي افتراض من عقلك انت ان ده كان الصح، انما ده في الحقيقه مش صح. صح، دي نقطة ضرورية بس ان احنا نحطها قدام الناس. حلو. وبالتالي انا مش من الناس اللي بأؤمن ان بيتسو موسيماني مدير فني عظيم وكامل. بالعكس، وهقول لك على حاجة ومش المفروض اقولها، بس انا لان ده مش طريقي في الشغل، مش اسلوبي يعني، بس انا من الناس على مستوى الانطباعات الشخصية اللي ما بطلعهاش، انا مؤمن ان ريني فايلر كان مدير فني افضل. تمام. ماشي. لكن انتوا بتنتقدوا بيتسو موسيماني في حاجات في حتت غريبه جدا. ماتش بايرن ميونخ، فاهم؟ ماتش بايرن ميونخ بتلعب ليفل الوحش. هقول لك على حاجه اخيره، والله مش مصدق، مش مصدق، مش مصدق فرانك. اصل بص، ربما بيتسو موسيماني لا يفوز على بالميراس، ربما بيتسو موسيماني لما يرجع مصر يعمل اخطاء تخلينا نقول انه مش مدير فني كفء، وربما يكون بس مش قدام البايرن يعني، بس مش قدام البايرن انت مستني منه يبقى جريء. هديك اخر جمله، فرانك لامبرد لما اتغلب في ستانفورد بريدج من بايرن ميونخ هانز فليك طلع قال دي رياليتي تشيك، دي النهارده احنا عرفنا الحقيقه. ايوه الحقيقه، النهارده احنا عرفنا قدرنا ومكاننا فين كمشروع. تشيلسي فرانك لامبرد، تشيلسي انت بتتمرنش زي تشيلسي، ما ناشئينك مش زي تشيلسي. انت شفت السرعات في الملعب عامله ازاي؟ طيب لا سيبك من سرعات اللعيبه نفسها، ما احنا هنتكلم شفت كتير. سرعه الكوره في الملعب عامله ازاي؟ احنا هنتكلم كتير. بص عن الخبيث ده بيبص لي ازاي، اللي هو بيبص لي اللي هو بص الراجل ده جايب حالات فيها توماس مولر من اول الشارع بيجري لاخر الشارع وبيرد من اخر الشارع يروح لاخر الشارع. تمام. فهو جايب حالات هتبين لك الفرق، بس انا هنا ان انا مش محتاج حالات عشان خاطر بصراحه اعرف الفرق. الفرق باين في ارض الملعب، وهنتكلم على الحاجات اللي بيتسو موسيماني غلط فيها او غلط فيها دي اللي هو يعني بايرن استغلها بشكل واضح، والحاجات وهنتكلم فني، بس خلينا نكون منصفين ومنطقيين. عايز تنتقد بيتسو موسيماني على عيني وعلى راسي، بس مش النهارده،
مش في ماتش بايرن، وافتراضاتك بان اي حاجه تانية كان هيعملها هي الصح هي مجرد افتراضات، هي مش واقع. والله عشان بس انا بحييك على وجهه نظرك الواقعيه ديت. طب ده السؤال اللي احنا سالينه حضراتكم هتلاقوه دلوقتي حالا على الهاشتاج بتاعنا، هل بيتسو موسيماني كان واقعي ولا وادار المباراه بعقلانيه، ولا حضرتك كنت شايف ان هو لا ما كانش جريء وكان لازم يبقى اكتر من كده جراه ويكسر الدنيا فوق دماغ البايرن ازاي مش عارف، بس ده السؤال اللي احنا طرحينه لحضراتكم. هسألك برضو على نفس السؤال لتامر. بص تامر عنده هدوء الشخص اللي عايز يكسر نفسه وتواضع. لا والله العظيم اللي هو بالك اصل هو النهارده هو كده كده كان زباله. لا والله بس عز جرأني وشجعني لان انا سمعت على مدار العشر ايام اللي فاتت يا ابراهيم حجم كنت بتشاور لسه على يعني بس عز حجم تقليل من بايرن ميونخ ومن الدوري الالماني ومقارنات. انا اسف ما تزعلش مني يا ابراهيم، هم اسماء ما ينفعش تتحط مع بعض. انا اسف يعني ماشي. يعني لما اسمع ان الشناوي احسن من مانويل نوير يا مصيبتي السودا. لا انا اسف مع احترامي الكبير للشناوي ماشي، بس مانويل نوير ايده الشمال لوحدها لو وقف جول بايده الشمال وحط ايده اليمين ورا ظهره انا اسف احسن من كل جوال الدوري المصري بايد واحده. ما تزودهاش قوي كده متامر، مش كل واحد بقى حر في وجهه نظره ماشي. بس خلاص بس هقول لك ليه لما حد يطلع يقول لك اصل الدوري الالماني ضعيف يا مصيبتي السودا. صحينا الالماني امال لو الدوري الالماني بس ليه بقى اصل لحظه ليه لان هي دي العقليه الالمانيه يا ابراهيم. اصل بس هفهمك لما يبقى الدوري الالماني ضعيف وهو مطلع فرقتين من اصل اربعه في المربع الذهبي السنه اللي فاتت بيلعبوا قبل النهائي لما يبقى الدوري الالماني كده قعدت تقول المدرب الالماني اعظم مدرب في العالم ويورجن كلوب في الاخر بيب جوارديولا يعني في الساعه 4 يعني ماشي. لما يبقى الدوري الالماني الضعيف مطلع ثلاث مدربين في واقعه اول مره تحصل في تاريخ الكوره في المربع الذهبي في دوري ابطال اوروبا ثلاث مدربين ماشي. يبقى ازاي دوري ضعيف لما يبقى دوري ضعيف وعامل عنده فرقه منيمه لما يبقى دوري ضعيف. عشان لو قلنا مثلا الدوري اللي السنه اللي فاتت استثنى، ما انت عندك لايبسك اتاهل، بايرن اتاهل، دورتموند اتاهل، انتوا عاوزين ايه تاني يا جماعه؟ فانا بسمع حاجات استكمالا لكلام عز ان لو وشويه شويه الجلاله تاخدك هنكسب ليه لا، هاجم اتجرأ يا جماعه. هاجم مين للمره المليون يا ابراهيم؟ قلتها لك الحلقه اللي فاتت وهقولها لك تاني. كل الفرق اللي لعبت جيم مفتوح قدام بايرن ميونخ اتغربلت. انت عارف ينفع اقول لك حاجه؟ انا حاسس اصلا ان الاحساس العام بتاع ان فيها الفوز وفي احتماليه كبيره او في احتماليه للفوز قعدت تزيد تزيد تزيد، هي في الحقيقه حط الضغط على اللعيبه اكتر من لو كنا اتكلمنا بشكل منطقي وقلنا كده كده الموضوع صعب جدا خلينا مدركين. اصله بس عز برضو في نقطه مهمه، هناك عامل فرق او بمعنى اصح في شعرايه فرقه ما بين انك تتكلم بواقعيه وبين انك تبقى مصدر احباط للناس وبين انك ترفع الامال وبين انك تتكلم على ارض الواقع. النقاط يعني لما جينا نتكلم في موضوع في الحلقه اللي فاتت في موضوع نقاط الضعف شفت النهارده نقاط ضعف ده مفيش، ده ابطا واحد فيهم سريع قوي. ليه انت بتهزر يا ابراهيم؟ ليه ابطا واحد فيهم كور؟ بلاش اجيب كور بس ليه؟ ليه؟ ابراهيم الارتقاء من يا راجل في لا انا في كوره كنت بتكلم مع عز في لعيب في النادي الاهلي قاعد يجري 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 بالكوره وبعدين عدى من اللعيب. ليه ما تخلينا نقول حسين الشحات والفونسو ديفيز قاعد يجري مشوار كبير، الفونسو ديفيز من كتر ما هو سريع عدى حسين الشحات الناحيه الثانيه ووقع، فحسين الشحات خد الكوره. يعني دي كانت لقطه جيده للاهلي بس في الاخر اقصد في فرق طبعا امكانيات، بس انا هنا انا اقصد اللي انا عايز اقوله يعني ان نقاط الضعف بس قياسا بايه؟ يعني هي كان فعلا جيروم بواتنج بيترقص وبيقع على الارض أيوه. بس قياسا كيف على وشه يعني ليونيل ميسي فاهم؟ ديفيد يعني. الابا فقد كثيرا من زهوته كسنتر باك كقلب دفاع لانه اصلا باك ليفت ولعب سنتر باك ولعب ارتكاز وبيلعب كل حته في الراجل، بس فقد زهوته دي قدام ده ما كانش قدام تشيلسي حتى فقد زهو يعني فاهم. فاللي انا اقصد اقوله ان خلينا نتناول المباراه بواقعيه عشان اولا ما نصدرش مره تانية بقى الضغط على الفرقه قدام بالميراس، ما نصدرش مره تانية الضغط على الاداره في علاقتها، وما نصدرش الضغط على بيتسو موسيماني ونفقد الرجل ونفقد الفريق ونفقد اللاعبين بسبب احلام اتحولت عندنا او ارتفعت عندنا
في الحقيقه يعني بشكل يعني مبالغ فيه، مش على قد الواقع اللي احنا قريناه في الحقائق اللي قدامك. مفيش فريق اوروبي بيخسر في سيمي فاينال كاس العالم للانديه. صدقني يا ابراهيم الموضوع مش عشان بايرن ميونخ ولا فرقه من المانيا، الكلام ده لو فرقه من انجلترا كنت هقول نفس الموضوع، لو من ايطاليا هقول نفس الموضوع، لو كان ريال مدريد اقسم بالله كنت طلعت لك 10 نقاط ضعف وكنت قلت لك دول بقى اسمهم نقاط ضعف. فانا ريال مدريد مش شايف. كنت لسه بتكلم النهارده الصبح مع حد مش فاكر مين، بس كنت بتكلم في القصه دي. انت عارف لو الاهلي مسك فلورنتينو بيريز ما انت عدلتك كلها رؤساء اليومين دول. طب في مفاجاه جامده قوي. اوبا يعني لا لو فلورنتينو والنبي والنبي طب في مفاجاه جامده والنبي اكلمه. ما تسخنيش لا ما تعلنش خليها مفاجاه. فاللي انا عايز اقوله يا ابراهيم لا لازم ننزل لارض الواقع خلاص، لان يا جماعه دي ناس بتشتغل بقالها سنين 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 علم وملاعب يعني، فما ينفعش احنا نيجي هوب عاوز تكسبهم كده في غفلة. ولو حصل وكسبتهم في غفله او كسبتهم صدفه ده مش معناه يا ابراهيم ان انت احسن منهم. ده مش معناه ان انت احسن منهم، يعني انت لو خطفت من حد جيم بتلعب فرقه 100 مره وارد انت تخطف جيم. وارد ده مش معناه ان انت احسن انت احسن منهم عشان كسبته مره. فمن الاخر للاسف مباراه النهارده هي باختصار، عارف المقوله بتاعت فيلم محامي خلع، هوب 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 هوب. لا والله في فرق في السرعات سيدي الرئيس. ماشي اوكي. بس يعني في حاجه بقى مهمه جدا جدا نطلع بيها من الماتش برضو يا ابراهيم. ان في نقط كتير قوي عندي ايجابيه خرجت بيها من المباراه دي. حلو، نقط كتير ايجابيه. النقطه الاولانيه، انت كان بقالك كذا سنه بعيد عن لقب دوري ابطال افريقيا مظبوط، وتم تدعيم الفريق بشكل جيد اهله الى الوصول الى دوري ابطال افريقيا الى اللقب اخيرا مظبوط. مجموعه كبيره من اللعيبه اللي لعبت نهائي دوري ابطال افريقيا ده ما كانتش لعبت نهائي دوري ابطال افريقيا قبل كده. ماشي. وقد كان النهارده مجموعه كبيره بتاخد خبره كبيره وبتاخد، وهستخدم المصطلح بتاع بيتسو موسيماني لما هو نفسه مع صن داونز قابل برشلونه، النهارده انت شفت ليفل الوحش، وبالتالي ليفل الوحش ده انت لو تحملت ضغط بايرن ميونخ تقدر تتحمل ضغط اي حد. انا النهارده قلتها حتى اللي كتبتها حتى لمحمد هاني على تويتر، قلتها في التلفزيون. دي النقطه الثالثه، ان هو محمد هاني اللي شافه النهارده من ضغط لحد ما يبطل كوره مش هيشوف طبعا. دي النقطه، ده في وقت كان الفونسو ديفيز وكومان بيروح عليه. دي بقى النقطه الثالثه، ان هناك الكثير من اللاعبين خرجوا منتصرين عند الجمهور. وانا مبسوط جدا بالذات لمحمد هاني، لان محمد هاني برغم اخطاء كتير حصلت زي باص غلط في ماتش الدحيل، زي تصرف غلط في الرقابه، بس في النهايه هو النهارده اخد دفعه معنويه واخد جزء، اخد رصيد نقدر نسميه عند الجمهور. فكويس انه اخد رصيد يبني عليه ويكمل عليه. وكمان يا عز بانت شخصيته الحقيقيه، لان الناس كلها كان عندها مخاوف. من الاخر كده اللغه اللي كانت في الشارع يا ابراهيم مش هيسد فراغ احمد اذا كان ما كانش قادر يسد على دودو وعلى ادميلسون، هيقدر يسد على جنابري وعلى كومان وعلى الفونسو ديفيز. النهارده بيلعب على الاثنين. النهارده ومش معنى ان اتفات منه في واحده او اثنين يبقى هو فشل، لا بالعكس، انت لما تروح عليك 10 مرات وتترقص في اثنين ده طبيعي جدا. اسمحوا لي بس قبل ما لا ثانيه واحده بس معلش عشان بقى مهم، لان لازم اروح فاصل خلاص هنفضل بقى نقعد نجهاء ولا ايه؟ لا انا ده انا بشيت في الاهلي، يعني انت جاي في الحته اللي بشيت فيها الاهلي. اتفضل يا سيدي شيت بلاعيبه الاهلي، اتفضل يا سيدي. بدر بنون بدر بنون وايمن اشرف وحمدي فتحي عملوا ماتش كبير. خلاص طاهر محمد طاهر، نفسي اعرف طاهر جري قد ايه النهارده. خلاص خلاص كده تمام. عايز تقول حاجه؟ تمام تعريف يعني لا لا والله على فكره مش مبسوط والله صدقني، بس ده واقع. واي حد يا ابراهيم هيفتري على بيتسو موسيماني يقعد ويتقل كده. ايوه ويشوف لاتسيو. لاتسيو صح؟ لاتسيو ملوك الدفاع وطلاينا ودوري عنيف هيلعب قدام بايرن ميونخ ازاي؟ ماشي لو ما لعبش بخمسه 3 2 ليك الكلام. طيب وهيدافع وهيرجع في تلت ملعبه التلت الاخير. سعيني الراجل النهارده لما اتفرج على توماس مولر وهو بيدافع وبيهاجم من الحاله الدفاعيه وهيحاول يشتغل على الهجمه المرتده. طيب خلينا انقل لكم برضو انطباع الناس. ما تستغربش ان الاهلي عمل كده. طيب انقل لكم الانطباع بتاع الناس من الهاشتاج بتاعنا تامر وعز الجمهور الثالثه. محمد المصري بيقول برغم اني زملكاوي يا سلطان لكن شايف ان بيتسو لعب ماتش واقعي جدا وممكن مغامر كمان وربنا استرها معاه لضعف الحاله البدنيه بسبب التمرين. احمد علي بيقول انا متفق مع معظم الكلام
اللي بيتقال انا في ان في فرق في السرعات بين الفرقتين، امتى هنبقى زي الناس دي؟ ايه اللي ممكن عمله وتطويره؟ سيف الدين الناس غلطانه ان هم غلطوا موسيماني، ما ينفعش نطلب منه يهاجم عشان كان غيره اشطر. برشلونه عندهم ميسي وسواريز وخسروا، ريال يعني مدريد وجريزمان. عندهم كريستيانو خسروا. عايز تعرف يعني احنا نعمل فرق ازاي؟ اكتب جروتسكا قبل وبعد على جوجل. شفته. اكتب كده وانت هتتبسط. طيب موسيماني مدرب متوسط، ونفسي فايلر يرجع الاهلي تاني، ده ام تي كاتب كده، كانت كورته اسرع. محمد مجيب بيقول عاقل جدا وفاهم وبيعمل ايه ده على موسيماني وواقعي جدا بصراحه، حاجه محترمه. وانا مع رايي مع تامر الحقيقه في كل حاجه. تامر واخد الموضوع على صدره قوي، هي ما خليه يهدى شويه. لا والله عشان زعلان على زعلان طبعا ان الاهلي خسر، وزعلان ان البايرن كسب 2 بس. لا لا ازاي بقى ازاي يعني يا سلطان اللي بتقول ياسين؟ لا بس زعلان ان الناس يعني زي ما عز قال انت ممكن كل حاجه. هقول لك على حاجه بقى، انا مش في ماتش الاهلي والبنك الاهلي اللي كان في استاد الماكس اخدت شويه على موسيماني انه اتاخر في انه ياخد الريسك. هنا هنا اقول ان موسيماني عايز اقول لك انه اتاخر قدام البنك الاهلي، لكن انتقد موسيماني قدام بايرن ميونخ. بص يا سيدي يعني عشان بس اعرفك قد ايه الناس عندها وعي. يعني ابو نور بيقول فعلا كلام واقع جدا وتامر صح جدا وشكرا وبحترمك يعني. صيام بيقول موسيماني لعب في حدود الامكانيات بتاعته، حرام المقارنه ما بين البايرن والاهلي والفرق كبير جدا. في كمان محمد بيقول لك بالراحه علينا يا عم تامر شويه، بس كل كلامك حقيقه وصحيح، بس بلاش تقولها في وشنا كده. احيانا الناس بتحبش للاسف دايما عشان نتعود الحقيقة. نفصل العاطفه عن الواقع والعقل، ده اللي لازم نتعلمه. عندنا حالات وعندنا شغل جامد طبعا، بس لازم نعمل ايه؟ نطلع فاصل ونرجع تاني. يلا بينا. تامر وعز في جمهور التالتة، ده الهاشتاج بتاعنا. بعتولنا كل ردود أفعالكم وقولوا لنا موسيماني كان المفروض يبقى جريء يعني، ولا وأدار المباراة بجبن إنجاز التعبير، ولا دي الواقعية ودي فارق السرعات زي ما عز وتامر بيقول. روح لكابتن أحمد عز حيث التحليل على التاتش سكرين. خلينا نتكلم على حاجتين. بشكرك شكرا جزيلا يا عز، بذلت مجهود رهيب معانا النهارده. ربنا يخليك ربنا يخليك، الف شكر. تطلع فاصل ولا تكمل؟ لا خلاص كمل كمل. خلينا نتكلم على نقطتين رئيسيتين. النقطه الرئيسيه الاولى هي لماذا اختار بيتسو موسيماني الطريقه دي والتشكيل ده في ارض الملعب، الحاجات اللي كان بيحاول يعملها، وازاي بايرن ميونخ قدر يكسب بيتسو موسيماني وهانز فليك قدر ان هو يستغل الحاله بتاع الدفاع الاهلي بالشكل غير المنظم اللي ظهر في الشوط الاول، وكيف تم تنظيمه في الشوط الثاني. حلو، خلينا نبتدي بالبديهيات. ان احنا كان عندنا الطريقه بتاعه بايرن ميونخ المعروفه 4-2 وبعد كده 3-1، وطبعا احنا بنتكلم على جوشوا كيمش، الراجل اللي كان فعليا ما بيصنفش قوي ارتكاز، هو بيبتدي اللعب كارتكاز، لكن اماكن تواجده كانت مع توماس مولر وروبرت ليفاندوفسكي في العمق، مع طبعا زياده كبيره لظاهري الجنب. خلينا نتفق على حاجه، ان لو انا سالتك مثلا قلت لك هو برشلونه بتاع بيب جوارديولا مميز بايه؟ مميز بالاستحواذ الايجابي والكره في الرجلين، التيكي تاكا. مظبوط، الاستحواذ والتيكي تاكا. طيب هانز فليك بايرن ميونخ، هانز فليك مميز بايه؟ حاجات كتير بقى. قوه بدنيه مفرطه. القوه البدنيه المفرطه بتيجي من ارقام واضحه وصريحه، ان فريق هانز فليك هو الاكثر سبرنتات، اكثر قطعا للسبرنتات على مستوى كل بايرن ميونخ في الاربع سنوات الماضيه. تمام، فاحنا بنتكلم في ان بما ان الفريق ده عنده قوه بدنيه مفرطه، فهو بيستخدم القوه البدنيه المفرطه دي في الريسك بتاعه. ايه الريسك بتاعه؟ ان انا ما عنديش ادنى مشكله ان جيروم بواتينج وديفيد الابا، طبعا هما بالعكس كده، جيروم بواتينج يمينا وديفيد الابا يسارا، يكونوا واقفين في المكان ده، وما عندوش ادنى مشكله ان بافارد الباك اليمين والاسرع في العالم في الوقت الحالي الفونسو ديفيز يكون متواجد ناحيه الشمال بالشكل ده. ما عندوش قلق من كل المساحات دي، لان عنده ثقه في ان لما الكره تتقطع هستردها في مكاني او هرجع بسرعه كبيره زي اللي شفناها من الفونسو ديفيز على حسين الشحات. تمام، دي الطريقه الاصليه بتاعه الراجل ده. طيب
لما جه بيتسو موسيماني يحضر فرقته كان معظم الاراء منهم احنا بالمناسبه اقترحنا ان بما ان بايرن ميونخ جامد قوي يبقى ليه ما العبش بثلاثه ارتكاز؟ صح؟ ده كان التفكير المنطقي، احنا متعودين ان انا عايز ادافع العب ثلاثه ارتكاز. طب انا اسف للمقاطعه بس بيومي جهز لنا اللقطه دي من ماتش برلين، ماتش اسف هيرتا برلين اللي كان من كام يوم للبايرن امام هيرتا برلين. حوري لك الجون اللي جه في مرمى، لا يا رب ده ما كانش ماتش هيرتا برلين، ماتش اللي جاب فيه اللي سجل في مرمى اسمه ايه ده البايرن من كره دفاعيه، من كره اسف طوليه. هجيبها لك اللقطه اللي كنا عرضناها من كام يوم علشان هي هتمشي مع نفس اللي انت بتقوله ده عز. اتفضل. تمام. فاحنا بنتكلم في ان بيتسو موسيماني هو بيحضر فرقته فكر في انه يلعب ثلاثه ارتكاز زي ما احنا اكيد فكرنا كلنا، لكن في الحقيقه بما ان بايرن ميونخ هو الاقوى في العالم في الضغط على الخصم وفي اللياقه البدنيه، وبما انه بيضغط عليا بالكم الرهيب ده من اللاعبين، فانا مش منطقي احط له كل لعيبتي في منطقه الجزاء. يعني لو افترضنا ان هنا كمان في لاعب ارتكاز، ده معناها ان احنا كلنا قدام الصف بتاع بايرن ميونخ وكلنا متكتلين في المنطقه دي. فعشان كده الاشاره الاشهر اللي اكيد الجمهور كله شافها هي طول الماتش بيتسو موسيماني عمال يعمل كده. هو بيدور على ايه في الكلام ده؟ هو بيدور على مناطق خروج للكوره، وبالتالي هو عايز على قد ما يقدر يبقى سايب مجموعه ورا الدفاع بتاع بايرن ميونخ ان امكن. تمام؟ ده اللي هو كان بيفكر عشانه. 4-4-2 بتاعت بيتسو موسيماني اللي ظهرت النهارده او 4-4-1-1 كانت اكثر دفاعيه من 4-3-3 من وجهه نظر بيتسو موسيماني، لان زي ما اتفقنا لو حطينا ارتكاز ثالث هنا يبقى انا لعبتي كلها تحت ضغط بايرن ميونخ ومفيش حد في المناطق دي يستلم الكوره من اصله. تمام؟ طيب ليه بقى بايرن ميونخ تميز قوي كده على الاهلي؟ لسببين رئيسيين. السبب الاولاني هو المرعب روبرت ليفاندوفسكي. روبرت ليفاندوفسكي ما كانش واقف في منطقه الجزاء تقريبا في معظم الشوط الاول، بيطلع على الاطراف. روبرت ليفاندوفسكي كان بيطلع كتير بره منطقه الجزاء، ولما كان بيطلع بره منطقه الجزاء كان بياخد معاه واحد من ثنائي الارتكاز اللي كان بيضطروا ان هم يامنوا المنطقه دي زي حمدي فتحي على سبيل المثال، فبيفضي مساحه للناس اللي عايزه تزيد من الوسط بايرن ميونخ. فبقت المشكله زحمه، يا دنيا زحمه وضغط رهيب والاهلي مش عارف يخرج من التلت بتاعه. هتلاقي لو الناس اتفرجت على الماتش تاني هتلاقي ان روبرت ليفاندوفسكي باي حته بيتحرك فيها طبعا بيضطر يسحب معاه واحد، وبالتالي هو الراجل اللعبه ما بيجيش من ناحيته، بس هو بياخد معاه حد يخرجه من الملعب ويرجع لعيبه الاهلي لتحت الضغط. هو كل الفكره بتاعت هانز فليك ايه؟ ان انا عايز اللعيبه كلها بتاعت الاهلي تبقى ورا الخط الاسود اللي انا رسمه ده، لعيبه بايرن ميونخ دي. النقطه الثانيه ودي كانت بالنسبه لي الفاصله وهي اللي بوظت تقريبا تكتيك بيتسو موسيماني تماما، وواحده من الحاجات اللي كنت بتكلم فيها قبل الهوا مع واحد من اصدقائي الاعزاء يعني محمود سليم محلل في الوحده السعودي، وكان بالنسبه له دي نقطه فاصله في المباراه وهي فعلا حقيقيه تماما باقي الحالات اللي انا كمان كنت مجهزها. ان الاهلي ودي نقطه الضعف الوحيده في التنظيم الدفاعي من بيتسو موسيماني هي ان الاهلي الظاهرين الجنب بتوعه دخلوا للقلب قوي مع الجناحين بتوع بايرن ميونخ لدرجه خلت اللي بيقابل الظهير هو الجناح، ففضل الماتش كله هتلاقي لو عرضوا معانا الصور هتلاقي ان حسين الشحات بيطارد واحد زي الفونسو ديفيز لان محمد هاني داخل في القلب جدا مع كينجز لي كومان. المساحه دي اتخلقت بسبب ان ظهير الجنب هو اللي ضم قوي كده. الصح بتاعها ان ظهير الجنب كان هو اللي قابل وحسين الشحات هو اللي ضم لجوه، انما اللي حصل كان العكس، وبالتالي فضلت المباراه المساحات فيها مكشوفه زي ما باين معاك هنا. علي معلول ضامم قوي قوي لجوه، فالظهير الايمن اللي بيطير وراه مين؟ الراجل الجناح. ايوه. فبالتالي مساحه واسعه جدا عند الظهير الايمن لبايرن ميونخ زي ما باين معاك في الصوره. هات الصوره اللي وراها هتلاقي الكوره تحولت الى فرصه لان في مساحه كبيره للظهير يستلم الكوره. هات الصوره اللي وراها دي اللي تحولت لفرصه اولى في المباراه. اللي بعته نفس الموضوع، محمد هاني ضامم قوي لجوه، فحسين الشحات هو اللي مطالب يطلع قوي على الخط ورا الراجل اللي بيجري. فمساحه اتخلقت بسبب خطأ في التمركز. لو هاني هو اللي واخد الظهير وحسين هو اللي واخد الراجل اللي بيجري من ورا من العمق كانت المسائل بقت اللعيبه اقرب لبعض. بس انت جريت حسين الشحات على طول الخط على طول بشكل خاطئ تماما، سهل تماما على بايرن ميونخ الحياه. ورينا الصورة اللي وراها هتلاقي نفس الموضوع متكرر دائما. علي معلول داخل منطقة الجزاء وحسين الشحات هو اللي بيحاول يطارد الراجل، فعنده وقت على الكرة كافي انه يرفع كرة عرضية انه يصنع
الهدف بتاع المباراة كمان لاحقا. نكمل الصور سريعا، ده اللقطة بتاعة الجول ابتدت كده راحت لحد ما في الآخر حصل اللخبطة اللي داخل منطقة الجزاء. ومرة تانية نرجع لفرق الكواليتي المرعب اللي تامر هيتكلم عنه بشكل أكبر. روبرت ليفاندوفسكي جات له كام كرة يا تامر في المباراة؟ 3. جاب كام جون؟ 2. شكرا. عشان أبقى خلصت، تامر بدأ وياخد مكانه عشان نلحق ناخد يلا معظم الحاجات اللي عندنا. الأهلي تحسن في حاجة أساسية واحدة، إن في الشوط الثاني ابتديت تحاول تطلع بلعبتك قدام شوية، ابتديت تحاول تكون أكثر جرأة في أرض الملعب، لكن باستخدام حيلة واحدة كانت بالنسبة لي موفقة تماما من الفريق. وطبعا للأسف بس أنت كنت بتهاجم بعدد قليل جدا، وكنت بتهاجم بعدد قليل وأنا قابل ده، يعني في الشوط الأولاني علي معلول بالمناسبة في إحدى الفرص، معرفش تامر جايبها ولا لأ، قطع لحد المنطقة دي، وأول ما حس إن أنا عديت رجلي عدت نص الملعب قام عامل كده. قام وقفوا يا جماعة مظبوط. ملقاش حل. مش هسيب مساحة للناس دي. وعندهم حق، والاهلي عنده حق انه يختار المجازفه القليله، لكن ده خلق نقص كثافه عدديه. الميزه الوحيده كانت في الشوط الثاني عندي اللي خفف الضغط بايرن ميونخ كتير علينا هي استغلال الجراه بتاعه بايرن ميونخ، استغلال ان المجموعه بتاعه بايرن متقدمه، فبالتالي في مساحات عند الراجل ده عند روكا يمينا ويسارا. فابتدى كهربا اللي كان في الشوط الاول غير موفق تماما، وكان مش كهربا تمام، ما كانش اللاعب اللي عايزه بيتسو موسيماني. الراجل كل ما تجيله الكرة عايز يحطها بالكعب، عايز يعمل حاجات مش بتاعت الماتش ده خالص. بس ما علينا. تمام، الشوط الاولاني كان كهربا بيتحرك يمينا ويسارا بالشكل ده، فكان بالنسبة لي انا مش فاهم هو بيعمل ايه، لان المنطقة دي بيحميها راجل قوي جدا زي ديفيد ألابا، وعنده واحد سريع جدا زي الفونسو ديفيس. اللي اتحسن في الشوط الثاني ان كهربا بقى بيتحرك هنا، وهتلاقي اكتر من فرصة للاهلي ابتدت بان كهربا مش عايز يتحرك يا سيدي، خلاص مش مزاجك خلاص اتقمص مني. ما انت اتكلمت عنه كلام مش ايجابي خلاص اتقمص مني. الكهربا ابتدى يتحرك في المنطقه اللي هي روكا كيمش جنبه، فبقى كيمش بيزيد، فالهجمه المرتده ممكن تطلع من عند كهربا هنا، صحيح. او مجدي قفشه هو اللي يعمل نفس الدور بنفس الطريقه، فالتواجد بتاع الاثنين دول خففوا الضغط عن الاهلي. لكن لو لعبت الاهلي كانت بس عندها من الهدوء النفسي اللي خلاها لما وصلت عند حدود منطقة الجزاء تختار اوبشن افضل، ربما كان الاهلي سجل في المباراة بغض النظر بقى كانت المباراة هتنتهي ازاي. طيب اتفضل يا تامر. اتكلمنا هيما الحلقة اللي فاتت وقلنا ان الاهلي لازم يلعب بالطريقة اللي انت شايفها دي، اربعة ورا مش باينين، ثم اربعة في نص الملعب، وممكن قفشة ينزل وسطهم كلعيب اربعة خمسة واحد. ليه؟ علشان الراجل ده دايما باستمرار يتحرك في ظهر السنتر باك اللي هيزيد او هينزل لتحت علشان يفسد الهجمة المرتدة مع الراجل رقم عشرة او مع الفرود اللي هيرتكزوا عليه، تتلعب له ومن لمسة واحدة يريحها عشان تتعمل التمريرة في ظهر المدافعين زي كورة هيرتا برلين اللي انت جبتها. اللي بعده يا شباب، الصورة دي تكررت كتير، دي في اول ثواني من المباراة نفس الموضوع على طول، الاربعة اللي ورا اهم، وبعدين الخمسة بتوع نص الملعب اللي بينزلوا، لكن المرة دي كان في سويتش، يعني هو مجدي قفشة هو اللي قدام. اللي بعده يا شباب، المشهد ده اذا تكرر كتير جدا. بص مجدي قفشة فين؟ في نفس الخط بتاع حسين الشحات في ظهره، وعمرو السوليه قدام الحكم، وحمدي فتحي وطاهر بيمسك الناس. خلصنا من التمركزات بتاعه النادي الاهلي. انا شايف ان وجهه نظري النادي الاهلي لعب كتيم متمركز كويس قوي في ارض الملعب، لكن كان عنده بعض مشاكل شويه في النواحي الدفاعيه هشرحها لك بمرور الحالات. يلا يا شباب اللي بعده. هي نفس الموضوع، بس دي بقى تعالى نكمل الحالات. نمشي يا شباب باللي بعد كده، دي مرحله بنيه الهجمه. طبعا كله بيلعب تحت الكوره زي ما قلنا، لعيبه النادي الاهلي، ويا ريت نعرضها برضو على الشاشه الكبيره، اعرضها لنا على السكرين الكبيره من فضلكم. ما هو انت بشرط هنعرضها لك، بس بشرط اتفضل انت تبص في الشاشه بتاعتك وتسيب لنا الشاشه الكبيره عشان ما تلبخناش معاك. يلا. طبعا لعيبه النادي الاهلي كلها بتنزل تحت الكوره في الحاله الدفاعيه في مرحله بنيه الهجمه عند بايرن ميونخ. بايرن ميونخ طبعا يا ابراهيم واحده من ضمن اسلحه عنده ان هو ذكي جدا، ان هو يحطك في اتجاه ويخلي تركيزك كله راح للاتجاه ده وياخدك للاتجاه التاني. أيوة. دي واحدة. اتنين، عنده قدرة غير طبيعية، لما كلمتك هيفرض اسلوب لعبه عليك، هيفرض اسلوب لعبه عليك، اوعى تراهن على حاجة زي كده. ماشي. وهيفضي الاطراف وقت ما هو عاوز، وهيعمل كثافة عددية في ال وبيريح وقت ما هو ما عايز. ماشي. وبيرجع ريتم المباراة سريع زي ما هو ما عايز. مظبوط. نمشي بالصورة يعني اللي بعد كده يا شباب.
هنا اللي بيبدا يستلم الكره هو كامش وروكا هو اللي بدا يزيد. هنكمل اللي بعده. طبعا دي في الدقيقه 6. عايز اقف بقى هنا عشان دي اكتر حاجه عصبتني وجننتني، لان دي اخطر فرصه كان الاهلي عنده فرصه فيها انه ينفذ الهجمه المرتده وهو اللي فرط فيها. ايوه، وللاسف بعتبره زي ما اشدنا بيه في الفتره اللي فاتت، بعتبره النهارده واحد من اسباب تعطيل الهجمه. مين؟ محمد مجدي قفشه. هنا كمش عملها بوش رجله الخارجي لروكا رقم 22 اللي في ظهر الحكم. هنمشي بالصوره اللي بعديها يا شباب. اتحطت، كانت قصيره شويه. رجع مين؟ واحد من نجوم المباراه بالنسبه لي هو طاهر محمد طاهر. حقيقي اتزحلق ورجع بالكره لورا. بص بقى لحظه واحده، وقف عند الصوره دي. الله يخليك يا ابراهيم. ايوه واقف. الكره رجع طاهر اتزحلق. ارجع للصوره اللي قبليها معلش. اللي قبليها يا جماعه. طاهر اتزحلق ورجع لمين؟ لايمن اشرف. ماشي. لمس الكره لورا. بقت قدام رجل ايمن اشرف. بص مين في الدايره بيطلب الكره؟ مجدي قفشه. مجدي قفشه. شاور على التاتش عندك. مجدي قفشه. خلي خلي المشاهد معاك مربوطه اهو. تمام. ده محمد مجدي قفشه وبيطلب الكوره ومش متراقب دفاعيا خالص. معاه حسين الشحات. ايوه. ايمن اشرف. واحد غلط انه بدا يعمل دريبل بالكوره. حاجه زي دي انا بشتغل على الكاونتر اتاك. الكاونتر اتاك دي يعني منتهى السرعه. ايوه. ايمن اشرف داس على الكوره. عطل اللعبه. معاك اهو بيدوس. معاك انت. خليك. محمد مجدي قفشه برده ما زال بيطلب الكوره. ايمن اشرف استلم ببطن رجله وزاد بقى كمان بيها. امشي اللي بعديها يا شباب. بدا يزيد بيها ليه؟ ما اعرفش. بص هرجع للصوره اللي فاتت. اللي فاتت بص هنا محمد مجدي قفشه يا جماعه العبوا لي، انا مش متراقب. بص بدا يبص وراه يشوف مين اللي جاي. انا مش متراقب، العبوا بسرعه. ايمن اشرف ما اعرفش ليه مشي بيها. مع ان زاويه التمرير يا ابراهيم اللي هي من قدام الحكم بخطوه اهي. زاويه التمرير اهي. سهله يعني بالظبط. لمسه واحده عشان الصوره دي جننتني. لمسه واحده في الدايره لمحمد مجدي قفشه. محمد مجدي قفشه مش مصدق ان هو فاضي. للي في وشه مصدق ان هو فاضي قفشه. لا غير كده كمان. لمسه واحده للي في وشه حسين الشحات. في الوقت الفريم اللي جاي هيكون كهربا قاطع. بص بقى هنا مين. فاكر الحلقه اللي فاتت لما قلت لك بايرن ميونخ دايما لازم في سنتر باك ينزل مع الراجل رقم 10 عشان يحاول يفسد الهجمه المرتده. فدي اللي لازم اشتغل عليها عشان بتبقى دايما واحد ضد واحد واخلق سباق سرعه. ايوه. طيب ادي ديفيد الابا ساب اصلا نص الملعب وهيعدي خط نص الملعب عشان يروح يضغط على مين؟ على محمد مجدي قفشه عشان يقطع الكره من الحته ديت عشان ما تشكلوش ازمه بعد كده. فين ديفيد الابا؟ نزل لسه. لمحمد مجدي قفشه. معرفش محمد مجدي قفشه مفيش ربط خالص. كان ممكن يريح لحسين الشحات لو رجع للصوره. هو طبعا عدل جسمه غلط بس خلاص. هو كان الصوره اللي قبليها. بص كده في الطرف. لا هنرجع الصوره اللي فاتت. ما خليها بقى ما خليك في التاتش. خليك مع التاتش. طيب لو لمسه واحده لحسين الشحات وحسين الشحات هنا في المساحه اللي قاطع فيها كهربا. امشي في الصوره اللي بعديها. كهربا طلع بره الصوره. ماشي. اللي بعديها هتلاقي كهربا. اللي بعديها يا شباب. يبقى انا بافار كان قدام والفونسو ديفيز كان قدام. محمد مجدي قفشه وقف على الكوره زي ما ايمن وقف على الكوره. عطلت الهجمه. رجعت الثلاثه بتوع نص الملعب مع انها كانت لمسه واحده لحسين وحسين لمسه واحده لكهربا اللي كان في موقف واحد على واحد مع ابطا لعيب في بايرن ميونخ اللي هو جيروم بواتنج. يبقى انت فين السرعه في تنفيذ برافو عليك المرتده برافو عليك. مع فرقه زي دي مرعبه. عطلت الهجمه. هي دي الحته هي دي الحته الوحيده اللي كان ممكن بيها تعرف تنقل نفسك بالظبط الناحيه الهجوميه بالظبط. واحده من عطلت الهجمه. انا اسف واحده من المشاكل الرئيسيه ان تقريبا الاهلي مش بيلاعب فرق على الهجمه المرتده في الكره المصريه. يعني ده اللي كنت بقوله بقالي كام يوم. ما حدش سمع ان الاهلي مش متعود يتهاجم. بس هو مش متعود يدافع ويلعب على المرتده. بس هي محتاجه تكون جزء كبير من تدريبات اللعيبه. لان صحيح. في النهايه انت عندك مباريات زي كده انت محتاج فيها ده. واكيد في افريقيا هتقابل مباريات تقيله قوي يعني برضه. حتى فضل. هنا كمان يا ابراهيم كان ممكن برضه يرجع يعالج الموقف يعني ببطن رجله سريعا لحسين الشحات ومعاه مساحه كبيره جدا يقدر يمشي فيها. سواء بقى كهربا هيطلع له لبره عشان يفضي له العمق اللي هيشتغل فيه او كهربا هيدخل في العمق ويعمل معاه 1 2 حسين يقدر يكمل فيها. لكن في بطء شديد جدا في النادي الاهلي. بص الهجمه بدل ما اعمل هجمه مرتده وقفت وعطلناها ومحمد مجدي قفشه رجع لورا وباظت الهجمه المرتده وبدانا نحاول نشتغل على الاستحواذ زي ما انت شايف وهي حاجه في منتهى الصعوبه. برشلونه اللي هو ملك الاستحواذ. أيوة. فشل في انه يعمل استحواذ على بايرن ميونخ. ايوه اتغلب. الحل
الايه؟ اتغلب 8. اتغلب 8 على فكره. على فكره عادي عادي، ما بقتش بتضايق على فكره. يلا الصوره اللي بعدها يا شباب، نفس الموضوع اتكرر. هنمشي بايرن ميونخ في مرحله بنايه الهجمه. هنا بقى بص يا ابراهيم، هنا مين اللي نازل معاه؟ قفشه. قفشه. طيب كمل عشان الهجمه هتروح في الطرف الشمال. قفشه نزل. طيب ده مين يا ابراهيم؟ فاكر لما قلت لك السنتر باكين بتوع بايرن ميونخ اكتر من 70% من معظم ماتشات هتلاقيهم معديين نص الملعب؟ ايوه. ادي ديفيد الابا اهو. أيوه. السنتر باك ادي الفونسو ديفيز. الوينجر دخل لجوه، جنابري هنا لان كان كومان اهو لسه هقول لك انا فاكر اللعبه دي. كومان بس كان فات جنابري ما كانش في حالته. مظبوط الحمد لله ان هو ما كانش في حالته. زاد ديفيد الابا. مجدي قفشه سابه وقف. طيب التمركز هنا الطبيعي ايه يا ابراهيم؟ التمركز الطبيعي انك ترجع تتمركز هنا. ليه؟ لان انت رايح هنا على الطرف ليه؟ امشي الصوره اللي بعديها. ديفيد الابا حطها لمسه واحده لجنابري، جنابري كان عاوز يحطها لالفونسو ديفيز. بص بقى قفشه، لا الصوره اللي قبليها معلش يا شباب، بص محمد مجدي قفشه واقف فين؟ طب انت واقف هنا عشان تعمل المرتده في ظهر مين؟ في ظهر الفونسو ديفيز؟ ازاي؟ طب ما هو حسين الشحات اصلا ورا الفونسو ديفيز. يعني لو في مرتده في ظهر الفونسو ديفيز هيبقى حسين الشحات. ماشي. اللي بعديها قطعها عمرو السولية اهو رايح للكوره. اللي بعديها عمرو السولية قطع وداس على الكوره. بص مين بدا يرجع؟ يرجع لتمركزه. مين؟ ديفيد الابا. ساب الكوره وادى ظهره للعب عشان يرجع تمركزه الطبيعي. كان نفسي اشوف محمد مجدي قفشه هو اللي متمركز هنا. ليه؟ لان هي الكوره لو اتلعبت في العمق، بس بص محمد مجدي قفشه واقف فين؟ ده اللي حصل في الشوط الثاني. عايز تقول انه كان في تمركزات خاطئه جدا و و و ما سمحت لكش بتنفيذ الهجمه المرتده. لان ببساطه يا ابراهيم هي كل الاختصار، انا كمحمد مجدي قفشه كهربا لازم يتحرك في ظهري. وانا مستلم بظهري. اي فرقه في اوروبا، احسن تقول لي انا متعصب لبايرن ميونخ، اي فرقه في اوروبا ما فيش حد هيسيبك تستلم وتلف، هيدوسوك هيدوسوا فيك. ده حقيقي. يبقى اللي جاي من تحت اللي هو عمرو السوليه في حاله زي دي لازم هيمرر لك، وانت هتمرر للي في وشك. طب اسالك سؤال مهم، هتحط في ظهر الراجل اللي قاطع. اسالك سؤال مهم، اسباب التمركزات اللي انت يعني حطيتها قدام المشاهد دلوقتي علشان يبقى شايفها كويس، اسباب التمركزات دي ايه؟ انه الاهلي ما قابلش الفرق اللي بتضغطه بالشكل ده، ولا الرهبه والخوف مخليه اللعيبه مش قادرين يركزوا في في التعليمات بتاعه موسيماني اللي ممكن يكون مديهم تعليمات صحيحه زي ما انت ما كنت بتقول، او مفهمهم ازاي ينقلوا الهجمه بشكل كويس؟ يعني عوامل كتير من اللي انت قلتها طبعا، بس ابرزها طبعا ان الاهلي مش متعود يلعب على الهجمه المرتده. يعني ما اعتقدش ان الاهلي اخر مره افتكرنا الاهلي لعب فيها على هجمه مرتده امتى. يعني كلنا سكتنا، انا مش فكره فاكرين. ان هو يعتمد طوال المباراه على الهجمه المرتده دي ما عملهاش الاهلي، لكن ممكن في بعض في الحاله المباراة. طبعا حاله من المباراه طبعا. وكانت دايما تحصل عن طريق الاطراف. لكن انا هنا انا بلاعب بايرن ميونخ، عاوز اشتغل عن طريق السنتر باكين بتوع بايرن ميونخ اللي هم عندهم شويه بطء. صحيح. على اي حال حته التفضيه الاطراف سريعا، بايرن ميونخ بص كيميش دايما بيبص على مين؟ ودايما بص على الراجل ده والراجل ده. ليه؟ لان هي دي الحكمه يا ابراهيم اللي انا بقول لك عليها. ان السنتر باكين بتوع بايرن ميونخ لما بيحطوك بيعدوا نص الملعب، هو بيجبرك انك ترجع لورا. هنمشي يا شباب. خليني اقول لك، عمرو نصوحي بعت لكم على تويتر وبعت لك بيقول لك برافو قوي يا تامر، كلام عن المرتده في الحاله الاولى هايل، وبيحييكم جدا. يعني عمرو حبيبنا وعمرو دماغه كلها كوره بصراحه. لا عمرو دماغ كوره معجونه مجنون يعني مجنون. صباح صباح كوره. تحياتنا لعمور الجميل يعني. يلا كمل. هنا كيمش يا ابراهيم. خلاص بص ديفيد الابا معدي نص الملعب. يلا الصوره اللي بعديها يا شباب، بص السنتر باكين فين يا ابراهيم؟ فاكر الحلقه اللي فاتت كنت بقول لك ايه السنتر باكين ده؟ كمان بيعمل ده، عدى نص الملعب ورايح يعمل دريبل اللي هو جيروم بواتينج. وفين ديفيد الابا؟ عدى نص الملعب. امشي يا شباب. جيروم بواتينج بيحط الكره عند اعتقد بص تفضيه الاطراف. لو رجعنا فريمين ثلاثه ورا هتلاقي ان بافار بص ايوه كمان بص بافار يعني عشان الاخراج هيجيب لك بافار بالتسلسل. بافار كان هنا. بافار بدا يدخل لهنا. ليه؟ هيجبر لعيبه النادي الاهلي. وبص طاهر بيبص فين. طاهر بيبص فين؟ هيجبر لعيبه النادي الاهلي انها تنكمش وتدخل في العمق عشان هو يفضي الاطراف. يلا يا شباب، جيروم بواتينج هيعمل دريبل بشماله. ليه؟ اللي فاتت لحظه واحده
بص المسافه قد ايه ما بين طاهر وما بين كومان كبير. اللي بعده كومان نازل، مين دخل؟ فرويد. ومين دخل؟ فرويد رقم 10. ومين دخل؟ فرويد بافار الباك رايت. هنمشي، فات مع طاهر، كومان سريع جدا فات من طاهر، الكروس بس ما كانش مظبوط. يبقى واحد اتنين تلاتة أربعة، وجنابري جاي من ورا والكرة ما كانتش مظبوطة في الكروس. فهو زيادات عددية مهولة بالتحرك من غير كرة إبراهيم، وإمتى أفضي الأطراف وإمتى أفضي العمق بوظائف كمان غريبة. يعني أنا إيه اللي يدخل باك يمين لجوه، وإيه اللي يدخل سنتر باك لجوه، وإيه اللي يدخل الملعب متقسم مساحات، مقسمينه مساحات، وبالتالي بما إنه متقسم مساحات فأنا عندي الحرية إن أنا أتحرك في المساحة دي طالما زميلي في المساحة التانية بالزبط. ونكمل كلنا لعب بعض. أنا عاوز أقول بس يا إبراهيم بسرعة عشان أخلص حالاتي كلها لأن في حاجات مهمة. يلا اتفضل. يبدو إن اللي عمله بيتسو موسيماني في أندية الدوري المصري تعمل في الضربات الركنية اتعمل عليه المرة دي، بس ربنا ستر لأني الكورنر ده اتعاد ثلاث مرات. شفت بتاعت مولر دي؟ ما هي لسه هقولها لك. لو في فريم قبل ده يا ريت، لو دي اول واحده يبقى خلاص، بس لو في فريم قبليها يا ريت. ده اول واحد، ده اول واحد ماشي. ده توماس مولر يا ابراهيم. توماس مولر كان بادئ الجاريه من هنا، عمل لف، عمل كيرن ورجع لورا. هنمشي. بص توماس مولر معاه مساحه فاضيه تماما، ومين اللي عامل سكرين؟ توماس ليفاندوفسكي مع 13، يبقى بدر بانون عامل له، وممكن تبقى فيها فاول. هو اللي كان ماسك ليفاندوفسكي طول المباراه بدر بانون في الكرات العارضيه. وفي الاخر ازاي تسيب مساحه وعدم رقابه جيده على توماس مولر، ومن كتر ما في قله رقابه الراجل بيلعب الضربه الثابته الضربه الركنيه وهو واقف على الارض والكوره على راسه، ستر ربنا انها راحت في ايد الشناوي في نص الجول. هات بقى بتاعت الشوط الثاني. بتاعت الشوط الثاني. يا سلام عليك يا عم، يا سلام، برافو. ما لقولك حصلت ثلاث مرات وحصلت كمان من عند الرايه دي. كل لعيبه بايرن ميونخ لما لف هو عمل الترنايه ولف عمل قطع هنا اتلمست من ليفاندوفسكي على الايمن البعيد. يا سلام عليك، يا سلام عليك، يا مركز يا ملك. فثلاث مرات اتحصلت فيه دي كانت قله رقابه. لكن لو في حالات في الشوط الاول انا عاوز الجول بالتحديد، لان حاله الجول دي تسقيفه كبيره، مش عشان بشجع بايرن ميونخ، ازاي انا بفضي المساحه وباخد تركيزك من هنا بوديها هنا علشان هجيب الجول برده من هنا. تسقيفه كبيره لمين؟ لبايرن ميونخ. لا ما تسقفش هنا لبايرن، خلاص ما نسقفش لبايرن. لا بتسقف يا عز؟ لا طبعا. حاله الجول هو ده الجول، هو ده بس، هي في الدقيقه 16 وهي من هنا يا شباب، من وهي هنا. هو هنا بايرن ميونخ هنبدا بالهجمه. جيروم بواتينج وديفيد ألابا كالمعتاد بقول لك على طول معدين نص الملعب. هنمشي بالصوره اللي بعديها، بيحط التمريره لروكا على طول. اللي بعديها شباب لف، اللي بعديها حط الهجمه لكيمش، اللي بعديها حط في الطرف الشمال لمين؟ خلي بالك بقى يا ابراهيم مين اللي راح في الطرف الشمال. بص كام لعيب، كام لعيب في تيم بايرن ميونخ اخذوا تركيز النادي الاهلي وحطوه في الطرف اليمين. خلي بالك الكروس اللي هيجي منه الجول في اللحظه دي يا ابراهيم، ركز بقى عشان دي ده تيبيكال شغل بايرن ميونخ. يلا فندم. بص مين اللي راجع لا اللي قبلها يا شباب، بص مين اللي راجع عشان يستعد هنا. ده كومان. ركز ماشي. ده كومان اللي هيرجع لورا. اللعبه هنا متجمعه هنا ماشي. من كيمش راحت لجنابري، جنابري هيحطها لالفونسو ديفيز، اللي بعده اللي بعده. الاهلي قافل، طب خلاص الاهلي قافل، نرجع تاني لكيمش اللي مأمن الناس. يلا رجعت في العمق من كيمش، هتروح لمين؟ لجيروم بواتينج. عدى ده، مش عدى نص الملعب، ده عدى الدايره. أيوه. كمل. اتحطت لبافار لان كومان دخل عمل سويتش مع بافار عشان الصوره اللي قبلها يا شباب، عشان يخلق مساحه كبيره للراجل اللي جاي من تحت. اتحطت من جيروم بواتينج ليه بافار، جه يعملها بالعرض، خبطت اعتقد في طاهر اعتقد. نمشي. وصلت بس هنا بقى لحظه، انت ايه اللي منزلك هنا محمد يا مجدي يا قفشه؟ علامه استفهام. انت عايز المفروض يبقى واحدة المساحه اللي هو يبقى فيها لا, لا 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 على عيني وعلى راسي، نزلت هنا يبقى انت بتقوم بواجب دفاعي صح؟ اللعيب رقم 10 اللي يوصل لل 18 يبقى لازم يكون قايم بواجب دفاعي. صحيح. طيب هل انت مسكت الراجل كيمش؟ لا. هل انت مسكت جنابري؟ لا. طب يمكن مستني الكره الثانيه عشان يعمل هجمه المرتده. يستنى الكره الثانيه عند نقطه البنالتي يا ابراهيم، انت هتجنني. بفترض يا اخي. افترض يا اخي ايه؟ هنمشي. كومان بيشوط، خبطت في رجل عمرو السوليه، ثبتت الشناوي، راحت لمين؟
لجنابري. دقيقة بص الفرق في السرعة بتاعة الأهلي والسرعة بتاعة بايرن ميونخ. الكرة وهي لسه ما راحتش أصلا لجنابري، ليفاندوفسكي بيطلب الكرة. ليفاندوفسكي بيقول له العب. في بتاع حوالي ثانيتين فرق في الأوردر. ما دي فروقات. صح؟ ماشي فروقات. يعني الراجل أنا بقى يعني بحس إن اللي حسيته في المباراة، وأنت قول لي إذا كنت برضو غلط ولا لا، وخليك معايا عز، إنه ترجمة اللي هيحصل هم شايفينه قبل لعيبة الأهلي. يعني ده ترجمة اللي هيحصل. يا إبراهيم. يعني بص الكرة ملعوبة بالعرض. هو المثل اللي أنت قلته ده، لسه جنابري ما استلمش الكرة وفي واحد بيطلب منه الكرة. مستني على طول بيطلب الكرة وده بيزعق كمان. حط على طول جنابري ما كدبش خبر، لاعب لورا كومان فاضي فاضي فاضي. انت بتعمل ايه هنا؟ امال انا هطلع على مين لو قطعت الكوره؟ بس هي دي صحيح. على راي بيومي بيقول لي بعد خمس صور خمس فريمات قفشه لسه واقف في مكان. ما ده اللي انا بكلمك عليه. يبقى انت نزلت هنا، يبقى تقوم بواجب دفاعي. اثبت لك بقى اخر حاله عشان اجي اقعد مكان يعني. يا ريت الشباب، لان انا وضبطها مع ده طبعا. ده الجول للاسف. ده الجول بتاع ليفاندوفسكي. انا عاوز اوريك الفرق ما بين ده والراجل توماس مولر في الشوط الثاني اللي هو نبدا بقى نتكلم شويه في العامل البدني. توماس مولر كسر ال 30. يا ريت انا سبت ساري كتر خيره في المونتاج يشتغل عليها. طيب تعالى بقى هنا وبقابلني لو ساري يكون حط لك حاجه. يعني ما اتعملتش. لا تعالى بقى برنس. طيب تعبش نفسك معانا خلاص. لان توماس مولر لغايه قبل ما يطلع راجع وبيقوم بواجب دفاعي. ومش بس بواجب دفاعي، رجع وقطع الكوره وبنى الهجمه وراح وكمل. والكوره كانت هو اللي بيشترك فيها وبيعملها برجله الشمال في منتهى الخطوره. عايز احييك بس يا تامر والله، 10 على 10 حبيبي. تحليل رائع ورؤيه يعني مميزه جدا في حاجات كتيره. ممكن بعد الكلمتين الحلوين دولت، طب خد اللقطه بتاعتك دي عشان طيب يا عم ظلمت ساري. حرام عليك والله العظيم. ده الشوط الثاني يا هيما، ده في الدقيقه 52 كان مشروع كاونتر اتاك. احسن 10 دقائق الاهلي مسك فيهم نفسه. اللي هي اول 10 دقائق في الشوط الثاني. دي وجهه نظري. دي غالبا كانت لطاهر، وكهربا رايح كتمركز مهاجم ما بين السنتر باكين. ومجدي قفشه جاي من هناك. ماشي. نمشي الصوره اللي بعديها يا شباب. اتعملت طاهر وقف عشان يستنى قفشه، القفشه اللي جاي يستلم من عند الحكم. ماشي. بص مين اللي جاي في وراه ونازل معاه. مش اللي بعديها يا شباب، بص كده مين اللي نازل. مين اللي على مستوى الحكم؟ وشرط الكابتن في ايه؟ على كتفه الشمال. مولر. كمل. مننا ايه بقى؟ بص نازل يراقب لحد فين. كمل. بص مولر فين يا ابراهيم؟ جاب محمد مجدي قفشه وقطع الكوره وبقى معاه جيروم بواتنج. ركز لحظه واحده. بص توماس مولر فين؟ قدام مين؟ قدام طاهر. قدام طاهر. حلو. بص لا لحظه، حط عينك على التايمر، يعني على التايمر 51 و14 ثانية. ده التايمر هو ده مش انا. ماشي. كمل يا شباب. توماس مولر فتح في الطرف اليمين. في الطرف اليمين انا بصلي. كمل بيجري و19 الهجمة عطلت، بس هو مكمل جري اهو. راسه تحت اهي باينه. شايف راسه اهي. ماشي. كمل. أوكي. اللي بعده. كمل اللي بعده. 20 لسه في نفس الدقيقة. اصبر بس كمل. بص توماس مولر فين؟ لا لا هنا اهو 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 25 سبق مين؟ في الدقيقة كام؟ في أقل من 10 ثواني. كمل كده. بص وصل فين؟ ملعب باله على الأرض، لما أيمن أشرف طلعه بره اللعب بشماله. هو قطع المسافة دي كلها. لا لحظة. راجع فول سبيد وعمل ترن، قطع الكرة وعمل ترن ورج وكمل. مش هقول فول سبيد، في ال 30 متر الأخيرة هو اللي ضرب فيهم فول سبيد، وصل لغاية الفريم والكرة على رجله الشمال. هو لما أقول إنه الأهلي كان بيلعب الكمبيوتر، الناس تقول لي لا ده الكمبيوتر بتاع اللعبة يا جماعة والله. بص بقى عشان نجمع للناس، نلخص لهم اللي احنا يلا قبل الفاصل قول. احنا جبنا لكم المشاكل بتاعة الأهلي وهو بيهاجم. وجبنا لكم المشاكل بتاعة الأهلي وهو بيدافع. بس يعني وانتوا بتبصوا على الحاجتين دول والاخطاء اللي حصلت من الفريق سواء لاعبين او بيتسو موسيماني، لازم تفتكروا كويس قوي اللقطه بتاعت توماس مولر دي. صح. بس هي اخر كلمه ابراهيم عشان تطلع لفاصل. بعد اللي انتوا بتشوفوه ده عاوزين تلوموا على بيتسو موسيماني؟ طب يعني حتى فليك ده بقاله يعني ما يقرب من سنه
من مع الفريق. مسك أيوه. في شهر 11 عفوا مسك في الدور الثاني السنه اللي فاتت وكمل الدور الثاني وكسب البطوله. صحيح. طيب. طيب يعني لعبته فهمت الفكر بتاعه وحفظت الشغل بتاعه. لعلكم موسيماني ازاي لعلكم ما تاخدوش بالكم من نقطه مهمه، مش حضراتكم بتكلم مش بصفه الجامعة بالنسبه للناس، انه النادي الاهلي عنده مباراه مهمه مع بالميراس بطل الليبرتادورس اللي فاز على سانتوس اللي مش عايز يرجع البرازيل غير بميداليه. طبعا يعني هو اصلا إيه؟ فكره ان بطل كوبا ليبرتادورس لما يطلع من السيمي فاينل دي مش سهله، مش سهله. وبعدين خلي بالك يا ابراهيم الناس اللي بتقول على موسيماني وبالتالي المباراه اللي جايه انا شايف ان دي مباراه اشرس بكتير من مباراه البايرن، اتمنى ما تكونش كده. يعني هي مش بس اشرس، هي الفكره ان طموحات الجمهور شوف كانت عاليه ازاي قدام بايرن، ما بالك قدام بالميرس، برغم ان برضو بالميرس متفوق علينا كقاره، يعني كره البرازيل امريكا الجنوبيه متفوقه علينا، فقط اهم مفتاح لعب الكره عندنا. بدليل بالمناسبه ان احنا يوم ما بنجيب الاجانب بتوعنا بنروح نجيب فاهم. فيعني ففاصل بقى، يلا ففاصل بقى عشان احنا اتكلمنا كتير. فاصل 80,000 دقيقة ونرجع لحضرتكم مرة تانية. احيانا الوزن النسبي للاحداث بيفرض علينا طبعا الوقت بتاعنا يكون مفروض للحدث الاخير او الحدث الاهم واللي متعلق طبعا بوجود الاهلي في كاس العالم للانديه، وايضا بقى ما يتعلق بجزئيه انه الاهلي كان يلاقي اليوم البايرن، فطبيعي الوزن النسبي بيفرض نفسه، انما برضو احنا في عندنا تغطيه مهمه برضو للزمالك خلال لقائه في هذا الاسبوع ايضا امام الاتحاد السكندري. نتحول الى الزمالك والاتحاد السكندري، يلا كابتن عز اتفضل. الزمالك اكتر سؤال كان بيتقال في المباريات الاخيره ان جيمي باتشيكو راجل بيعرف يدافع وراجل لا يجيد الهجوم، وان الراجل ما عندوش افكار هجوميه، وان الراجل بيعتمد على مهاره لعيبته، ودي نقطه بصراحه فيها تجني كبير على الراجل. انا فاهم ان الراجل ان جيمي باتشيكو مدير فني يفضل النزعه الدفاعيه ويلعب الهجمات المرتده زي جوزي مورينيو على سبيل المثال يعني، وبالتالي انت بتتكلم على ان واحد عنده طريقه معينه لوزن الامور وعنده اولويه معينه في ارض الملعب وعنده اساليب، لكن ده مش معناه ان الراجل فرقته غير مش متحفظه، ان الراجل بيسيب لعيبته ويقعد يعمل كده وهو اول ما تقطع منهم الكوره يقوم قايم قايل لهم تعالوا ندافع. هي ما بتمشيش كده. صحيح. تعال نفرق. يلا بينا. في المباراة أمام الاتحاد السكندري قدام حسام حسن، طارق حامد شد معاه واحد زي ما أنت شايف وشاور علشان تلعب لشيكا اللي نازل يستلم مكان طارق حامد. هل ده يصنف تريكة ولا ما يصنفش تريكة؟ صحيح. طيب. ومع طبعا سيف الدين الجزيري اللي بالنسبة لي كان هو وشيكا اتنين نجوم المباراة وهنتكلم عنهم تفصيلا إن شاء الله يعني. فبتتكلم في ان في تريكه اتعملت في الملعب ولا ما فيش تريكه اتعملت في الملعب. مره تانية انت بتتكلم على ان اللعيبه نزلت استلمت بعض، فضيت المساحه هنا لامام عاشور، فاتخلقت الفرصه دي من اللعبه بتاعه جيمي باتشيكو اللي كان عامل اوفرلود على الجبهه بتاعه عمار حمدي. ده حقيقي. طيب. لاحقا خلينا نتفرج على الراجل ده وهو بيكلم شيكابالا وبيقول له انا عايز ندخل للقلب علشان خاطر تضيق المساحات بتاعه الاتحاد السكندري فتبقى الدنيا مفتوحه على الجناحين للزمالك. هتبان هنا شيكا دخل للقلب تماما فاخد معاه المساحه، زيزو دخل للقلب تماما، الجناحين بتوع الزمالك دخل للقلب تماما، ليه؟ فده فرصه للباكات واحد على واحد. اتحطت العمليه واحد على واحد، بقت اسلوب اللعب بتاع الزمالك شايف واحد على واحد، لان زيزو دخل في القلب فواخد مع لعيبه الوسط بتاعه الاتحاد السكندري فاتخلقت موقف واحد على واحد. هل حصلت مرة؟ لا. شيكا بيعمل ايه هنا؟ شيكا بناء على نفس تعليمات وتوجيهات جيمي باتشيكو موجود في قلب الملعب وبالتالي شادد مع اللعيبة بتاعته، زيزو نفس القصة داخل، فانت بقيت بتتكلم في ان في سياسة وفي تكتيك خلق موقف واحد على واحد لفريق الزمالك عمله وطبقه جيمي باتشيكو. باينة ولا مش باينة؟ باينة. طيب فاحنا بنتكلم باينه زي كده ما بالظبط ما باين انه الماتش ده متصور اتش دي. الماتش ده متصور حلو قوي يعني. شيكا مره تانية موجود في العمق وبنخلق المساحه، فانت بتتكلم على ان اشاره واضحه من الرجل ادت الى نتيجه واضحه بالنسبه لي. طيب الجول التاني اللي سجله الزمالك فيه لعبه لطيفه جدا. الجول ده
جه بعد دقيقتين استحواذ للزمالك. ما اعرفش اذا كان في حد قال كده ولا لا، لان انا كنت منقطع الصراحه عن السوشيال ميديا في الايام اللي فاتت، بس لا. عجبني وانا بتفرج على الماتش. لا ما حدش اخد باله. الفكره بتاعت ان الجول جه بعد دقيقتين استحواذ، اتطبق فيهم موضوع ان شيكا في القلب، وقبلها كان اوباما في القلب اللي كان بيلعب على الجناح في الشوط الثاني بالمناسبه بعد دخول سيف الدين الجزيري جنب مروان حمدي. فانت بتتكلم في ان الطريقه اللي عملها جيمي باتشيكو في المباراه لتفريغ المساحات مع تناقل الكره، بس كل ده لعب برضه الاتحاد، تحس ان هو سايبهم اول لما بيجي في نص الملعب بيبتدي يضغط عليه، صح عشان كده؟ الاتحاد ناقص واحده هيمه. أيوة ماشي. طبعا أيوة طبعا ماشي. انا بقول بس في الاخر خلقت المساحه فاهم. فانت بتتكلم في ان دقيقتين لعب اتطبق فيهم الموضوع بتاع اوباما وشيكا يخشوا القلب يفرغوا المساحه ثلاث اربع مرات لحد ما في الاخر وصلت للجول. فيبقى انت هنا بتتكلم على تكتيك طبق جيدا، صحيح، وتكتيك في افكار هجوميه جيده، فدماغ صحيه. دماغ صحيه بالظبط كده. باتشيكو في المباراه ديت كان بالنسبه له فكره العوده، لانه ماتش غزل المحله خسر، مش مقبول بالنسبه لجماهير الزمالك الفرقه الكبيره، مش مقبول بالنسبه لها ان هي تعادل، كان مش مقبول كمان بالظبط كده. بتشوف ازاي قراءه باتشيكو لماتش الاتحاد السكندري سريعا؟ امور كتيره بتحسب له، ان هو راجل اولا ما استقبلش اي اهداف، واستقبل كان مستقبل هدفين من غزل المحله. الراجل ما استعجلش النقص العددي بتاع الاتحاد السكندري بطرد رزاق سيسي، في مدربين على طول يستعجلوا، صبر لغايه لما يشوف الاتحاد هيعمل ايه، خاصه ان كابتن حسام بيلعب بثلاثه ورا، لما بيخسر الكره كمان بيبقوا خمسه بيرجعوا بيبقوا في الحاله الدفاعيه. فالراجل شاف كابتن حسام هيكمل على ايه وهيشتغل على ايه، وما استعجلش الموضوع ده. والحاله بتاعه الجول الثاني اكبر دليل على كده، ان مفيش استعجال، مفيش ياس، في صبر على الكوره في الجول الثاني اللي عملوا فيه تمريرات كتيره. هو راجل مصمم ان كلامي لازم هيتنفذ، يعني لازم هيتنفذ. شفت الاداء بتاع، انت عندك حالات تانية؟ سيف الدين الجزيري. يلا بينا. طيب سيف الدين الجزيري واحد من الصفقات الممتازه للزمالك طبعا. كان لازم التفكير في سيف الدين الجزيري يبقى من قبل ما سيف الدين الجزيري يشارك افريقيا، مظبوط. بس انا عايزك تتفرج على الراجل ده، زي ما كنا شرحناه بالمناسبه، اول ما تمت الصفقه بيدور على المساحات، فبيروح اوتوماتيكلي على الجناحين. بس عنده حرفنه وعنده سرعه جيده، فده بالنسبه لي الجيد. عقليته عقليه بلاي ميكر، فزي ما انت شايف هو بدل ما يلعب على الجول هو بيعمل الباك باس. صحيح عماره فون تاتش كان اتكلم في الجزئيه ديت، انت بتؤكد عليها برضو للمره الثانيه، ان هو فكره صناعه اللعب. بس هل هو الزمالك محتاج المهاجم اللي بيصنع لعب، ولا المهاجم اللي يجيب جوان ويخلص؟ هو الراجل عنده طريقته حلو، بس انا عجبني حاجه تانية في سيف الدين الجزيري، الصبر واختيار الموقف المناسب علشان خاطر يفضي لنفسه مساحات ويتحرك بشكل جيد. سيف الدين الجزيري هنا ستوب، فضى نفسه بحركه، يعني لو عادوا اللقطه تاني، انا عارف ان مفيش وقت، فالناس وهي بتتفرج على اليوتيوب تبقى تتفرج عليها بالراحه. هتلاقي قد ايه الراجل عرف يفضي نفسه من الرقابه. لا رجعها لك، رجعها لنا بيوم لحد ما قدر. بالظبط كذا مره، انا شايف ان هو حتى في المساحات هو هنا مثبت السنتر باك وحاطط نفسه اخر واحد في الملعب. الدنيا فضيت، ما عندوش زهق، يعني هو مهاجم فطن وبيتحرك كتير طول الوقت، مثبت نفسه هنا عشان يستلم كره شيكا. طب كره شيكا بعدت، ابتدى ياخد خطوتين على السنتر باك علشان خاطر يبقى في وش الجول ولوحده. طول الوقت بيحرك رجليه بشكل جيد جدا، بشكل يخليه متاح للجول. فاحنا بنتكلم في واحد في المساحات بيتحرك كويس، التمريرات بتاعته كويسه، وفي المساحات الضيقه كمان بيتحرك كويس. فعجبني جدا في المباراه، عكس لسه اللي حاسس مروان حمدي، حاسس انه لسه اخر لقطه معانا لو ممكن يعيدوها تاني. يلا. هتلاقي ان مروان حمدي شويه مش بيتواجد في الاماكن بتاعه راس الحربه، فاكر اللي احنا كنا قلناه في الفتره؟ بص ستوب هنا، هنا هو الكره في رجل شيكا، وانت المفروض تكون اوريدي عملت الترن وانت بتاكل المساحه خلاص، انما اتعملت ببطء شويتين منه الترن، هو كان واقف في منطقه صناعه اللعب زي كانه لسه بيلعب في المقصه، فلسه محتاج شويه علشان يدخل. سيف الدين الجزيري كان نجم المباراه الاول بالنسبه لي، شيكا كان كما اعتدنا عليه في الاسابيع الماضيه نجم المباراه مره تانية، لانه بيضرب كم سبرنتات ما عملهاش وهو عنده 20 سنه. ده حقيقي، ودي بالنسبه لي حاجه تستحق فعلا التحيه. يعني اختم بقى معاك يا كابتن تامر، نبارك لك على كاس العالم للانديه ولا؟ لا طبعا، لا لسه. يا راجل ده هتلعبوا تجريس المكسيك يا راجل. ما هي المكسيك برضو كسبت المانيا في كاس العالم 2018.
صح فعلا، ده دي اللي خرجتكم يا عيني. خلي بالك اي فرقه مكسيكي او المنتخب بتاعه معدل الجري عندهم مرعب، هيقطعوكوا يقطعونا. ماشي يا عم، بشلكوكوا يا نهار ابيض. تصدق انت لفت انتباهي ان انا هشجع المكسيك؟ انا اصلا مكسيكي، انا اصلا ابويا مكسيكي. مش انت برضو الاصول مكسيكيه؟ ابويا مكسيكي برضو. انت برضو ابوك مكسيكي؟ احنا مكسيكيين زي بعض. طب يعني طب ولو بايرن كسب يوم الجمعه كده زي الشطار، الاقي تورتايه كده ومبروك ولوجو بايرن؟ ده احنا قعدنا نتحايل عليك المره اللي فاتت، الراجل قال لك انا قلت هوزع، والتاني قال لك انا هفكر في مصر الخير، وانت راجل ما طلعش من بقك حاجه. ده غير العزومه الاولانيه اللي قال ان هو غير العزومه بتاعه العقد. طيب يعني اروح انا بقى. يا سلطان، سلطان ايه بقى؟ ما انت جاي تلم معايا في الاخر. لو كنت قلت سلطان في الاول كنا عدناه لك. يوم طيب. الجمعه يوم الجمعه لو لو ايه اللي حصل لو بايرن كسب بقى الخمس؟ ما هو ده الطبيعي يا معلم، واحنا كل الحلقه دي ولسه بتسال هو بايرن هيكسب ولا لا يوم الجمعه؟ يا ستار يا رب. يوم الخميس يعني يوم الخميس. طب هقول لكم، الاهلي هيلعب يوم الخميس. مظبوط. لو الاهلي لعب وكسب نطلع نعمل حلقه يوم الجمعه ولا ايه؟ ولا ولا انتوا بتهزروا؟ ها ان شاء الله دي خطرفت قبل النوم. الاهلي بقى هيكسب؟ احنا على الهوا بس عشان ايه؟ الاهلي هيكسب. الكلام ده بيحصل في الاوضه فوق. احنا على الهوا. الاهلي هيكسب وان شاء الله باذن الله. ولا ايه ولا دي احنا فوق. لا الاهلي هيكسب ان شاء الله باذن الله. نعمل حلقه ان شاء الله باذن الله. وانت لو البايرن كسب هتعمل لنا ايه يعني؟ انا اللي اعمل لكم؟ ايوه حاضر. ايه اللي انت عاوزه؟ تامر ما تبقاش قدام الناس. مش احنا على الهوا؟ خليك مقرش يا اخي. يا ستار يا رب، مش احنا على الهوا؟ مش انتوا بتاخدوا ملايين يا محللين؟ واحنا اللي عاملين حوار مع رئيس نادي بايرن ميونخ مثلا، وانا اخدت فلوس. قول لي بس عاوز ايه عشان التزم بيه قدام المشاهدين. عزومه لكل فريق اللي عمل، كل الساده المصورين زمايلنا، ايوه، وكل الناس اللي في الكنترول، أيوة، وفريق الاعداد والاخراج والمونتاج والمونتاج وساري عشان اعمل لك الحلقات. عشان اعمل لك بصراحه. وبعدين انت قدها. حاضر خلاص اتفقنا. خلاص ربنا يكرمكم يا رب ان شاء الله باذن الله. هندعي عليكم برضو ما تكسبوش، وربنا ان شاء الله باذن الله. يعني انت مش عاوز الناس دي تتعشى؟ لا انا بقى هعزمهم لما انتوا تغيبوا. شرفتنا ونورتنا يا تامر، انا بشكرك شكرا جزيلا. وكالعاده متالق حبيبي يا كابتن زيزو، بشكرك شكرا جزيلا وكالعاده متالق. شكرا ليك يا فندم. ان شاء الله باذن الله باذن الله ما نشوفش فيهم ابدا يوم كويس. حلقتنا خلصت النهارده. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وبشكر فريق عملته. مش بني ادمين والله العظيم، فرقه مش بني ادمين. ليه بس اول 17 دقيقه؟ اقسم بالله الواحد كان مستخبي تحت الايه ده. رفيق كده يا جدع في كده. بس بقول لك ايه، الاهلي صمد 17 دقيقه بايرن ميونخ قدام برشلونه. انا شايف ان الاهلي عمل جيم كويس دفاعيا بعض اخطاء فرق العالم كلها بتخطئها قدام بايرن ميونخ. ابراهيم يا جماعه والله العظيم وحياه ربنا، ارجعوا لنتائج بايرن ميونخ في السنين الاخيره. هتلاقي روما 7 او توتنهام 7 او ارسنال، عد لغايه بكره الصبح بالاجوال. تشيلسي 4-3، برشلونه 8. انا كلمت صديقي رومينيجا وقلت له كفايه بقى كده. صح. على التخصص النهارده، اشوفكم ان شاء الله باذن الله الاسبوع الجاي في نفس الميعاد. تصبحوا على الف خير. سلام عليكم.